متتبعي هيسبريس السلام عليكم. مر الموسم الماضي من معهم حيث هم، ونحن الآن في بداية موسم آخر بحلة جديدة. شكرا على تفاعلاتكم، شكرا لردودكم التي كانت كلها إيجابية. نحن الآن في أقوى لحظات معهم حيث هم من سنة 2016. متابعة طيبة. الإعاقة ما تنشوفهاش نقص كيف ما تيشوفوها الناس الاخرين، بقد ما انا تنشوفها واحد النقطه اللي تتميز الناس، اللي نقطه اختلاف. والحمد لله انا تنحمد الله ونشكره حيت ميزني بها وعطاني القوه باش نقدر نواصل المشوار ديالي لا في الدراسه وفي الحياه بصفه عامه. ملي تزادت في الاول صعيب باش نوصف لك، ما نقدرش نوصف لك، ولكن ملي جاب الله وقرات بحال اللي كانت عندي شي حاجه على كتابي حتى قرات، والله الا حطيتها بحال اللي قالنا انا حطيتها في الارض، فهمت؟ مثلا ديك الساعات وانا تديرني غير تهزني فوق هي، فهمت؟ من الابتدائي حتى لدابا. الناس كلهم تيقولوا لي الحمد لله وشكر لله، يعني منين تيشوفوا القصه ديالي او منين تيشوفوا الحاله ديالي ما تزيدهم هذا الا عزيمه واراده وتشجيع انهم يزيدوا مازال القدام. واللي تيكون مثلا كل واحد فينا تيوصل واحد الوقت انه تيعيا، تيجيو دي بيريود في حياته اللي بصح تيعيا فيهم. الحمد لله ملي تشوفوني الناس تنحفزهم وتنخليهم يزيدوا القدام، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. من مدينة فاس إلى مدينة سلا، حيث مشروع طموح لمؤسسة محمد الخامس للتضامن الذي استطاعت أن تدمج العديد من الشباب في سوق الشغل. حسن واحد من بين هؤلاء. أنا تكونت في المركز محمد السادس وطني، تما تعلمت أنا، تعلمت وتكونت في المركز وأساسيدة هما علموني تما في الصباح من تنجيو أنا تندخلو للمطعمة، من تيجيو عندنا الكليان تنعطيهم الفطور ديالهم، القهوة كان القهوة كان العصير كان الأتاي، داكشي اللي بغا كاين، داكشي اللي بغا اللي كاين تما تنحطو ليه، تنجي حداه وقف حداه. ضروري تكون عندك ابتسامة ضحكة تكون عندك مزيانة، أو كحال مثلا كليان تتهضر معاك وأنا تنهضر معاها، انا تنحس في هذاك الواجهه ديالي. خدمت هنايا وعزيز عليا الخدمه اكثريا، ان شاء الله ندير شي مشروع ديالي تكون زوينه مزيانه الحمد لله. وهذا المشروع هادي غادي نديرها ان شاء الله على والديا، وباغي نستقل باغي نخدم شي نزيد قدام. انتهت دورة البرازيل من الألعاب البارا أولمبية، لكن لا بد أن نعود إلى لحظات كان فيها البارا أولمبيون يستعدون لخطف ميداليات من ذهب، وحق أن نسميهم معاقون من ذهب. كيف ما كتعرفوا هذه مرحلة وفترة أخيرة اللي كيستعدوا فيها العدائين باش يدخلوا الجو ديال المنافسة، كما كنستعد نهيئهم نفسانيا، وكيف ما شفتوا هما كيمروا من ظروف بدنية جيدة، وكنتمنوا من الله العلي القدير باش ان شاء الله العدائين ديالنا يحصلوا على مجموعه ديال الانجازات اللي غترضي ان شاء الله الجمهور ديالنا على العموم، وخاصه الناس اللي هما ذوي الاعاقه. كندرب مجموعه ديال العدائين واول مره غنشارك، غادي نمشي مع الفريق الوطني للالعاب البارا الاولمبيه، وكما نسال العلي القدير باش يوفقنا لما يحب وما يرضى. اي انسان تتكون عندك واحد الطموح واحد الرغبه واحد الفرحه باش تشوف العدائين رافع رايه المغرب ويستحقون ويوصلوا داكشي اللي كنا نشتغلوا عليه سنين هذه. في مشروع هو الأول من نوعه في المغرب، مراكش أصبحت مدينة ولوجة للأشخاص المعاقين. اليوم لدينا مشروع طموح بتمويل من وزارة التضامن وبدعم من البنك الدولي. تروطوارات في مراكش راه ما نقولكش ماشي تروطوار صغير ولا تروطوار كبير عالي، يعني خاص جوج الناس ثلاثه يهزوك باش يطلعوك للتروطوار،
يعني هذه بادره طيبه بالنسبه لينا حنا. نقدروا بحال دابا انا هاد الجرده دخلت لها عاديه، دخلت لها ما لقيتش مشاكل، كاين الولوجيات كاين كلشي الحمد لله. وكنتمنوا يكون الشخص المعاق فين ما مشى اي بلاصه بغى يمشي لها يلقى الولوجيات. من بين المشاريع التي انفتح عليها البرنامج صندوق التماسك الاجتماعي، وهو مشروع طموح أعدته وزارة التضامن، يعد من بين المشاريع التي دعمت التشغيل والتعليم في آن واحد. عندي نوع من الرضا على هذا العمل، ولكن لا بد من استكمال كل هذه الأوراش، لأن كلها كتفتح الباب على أعمال أخرى وعلى ضرورة إنجاز أعمال أخرى. فما قمنا به قاعدي أساسي بنيوي لا يمكنه أن يتوقف، فلذلك يرسم الطريق نحو إنجازات أخرى ضرورية. أحمد زهير حجي حالة فريدة في 2016، التلميذ الوحيد من ذوي التثلث الصبغي الذي استطاع أن يتجاوز حاجز البكالوريا. أنا فرحان بزاف، كان شكر الاساتذه، كان شكر الاساتذه ديالي، كان شكر بالماما، فرحان به النجاح. كنا تربيه خاصه مع الاشخاص المعاقين. التجربه ديال المسار ديال ولدي في الدراسه ديالو ما كانتش سهله، طلبت واحد تضحيه كبيره من طرف الاباء، لانه ما يمكنش نطلب من شي حد شي حاجه يديرها لولدي قبل ما ندير انا اللي واجب عليا. كانت هذه اقوى لحظات برنامج معهم حيثهم في الموسم الماضي. في العدد المقبل من البرنامج سننفتح على مجموعه من المشاكل والقضايا المرتبطه بالاعاقه وبذوي الاعاقات في المغرب. مرحبا بتفاعلاتكم على بريد البرنامج.